خلينا ننتقل بعد كده لأخبار أخرى، وتحديدا لوزارة الشباب والرياضة اللي نظمت امبارح مهرجان رياضي كان اسمه الأول للسفارات بحضور عدد كان من السفارات والشخصيات العامة والفرق كمان المشاركة. نتابع بالظبط ايه اللي حصل ونرجع نكمل. مصر كل يوم تجسد أنها أم الدنيا بالمثل، الشعب البلد المصري هي أم الدنيا لأنها تستطيع أن تجتمع على أرضها كحضارات متعددة وشعوب وأمم ودول متعددة بكل رشادة واقتدار، تجتمع على قيم التسامح والمحبة والتعاون. هذه الماتشات وهذه الأنشطة الرياضية ودور كرة القدم هو لا يأتي في إطار التنافس بين الدول بقدر أنهم يجتمعون في إطار المحبة والمودة وتعزيز أواصر التعاون والتضامن فيما بينهم. هو المهرجان الأول دور السفارات أول مرة تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية معالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، بتنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية. احنا عملنا من خلال العلاقات الدولية بعتنا للسفارات ولقينا قبول من السفارات في لعبتي كرة القدم والتنس، واحنا عندنا النهاردة 18 سفارة، ودي كمهرجان أول وان يشارك فيها 18 سفارة، فدي حاجة كويسة. في البداية أود أن أشكر الجهة المنظمة لهذا المهرجان الحقيقة الرمزي والذي يحمل رسالة هامة جدا لنا نحن كدبلوماسيين هنا في القاهرة، أنها تجمع، ليس تجمع بيت العرب نحن كدول عربية ولكن تجمع الجميع. فطبعا هي تظاهرة رياضية وهدفها أنها تخلق نخرج من الجو الروتيني العمل الدبلوماسي إلى جو آخر رياضي فيه رسائل طبعا لأهمية الرياضة ولأهمية التواصل طبعا مع الآخرين جميعا. احنا النهارده موجودين في إحدى قلاع الرياضة المصرية الصالة الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر للمهرجان الرياضي المصري للسفارات سواء سفارات عربية أو أفريقية أو أجنبية لخماسيات كرة القدم وتنس الطاولة، وده المهرجان زي ما حضرتك تفضلت قلت المهرجان الرياضي الأول ليهم في عدد من الألعاب، وإن شاء الله الفترة المقبلة هتشهد العديد من الأنشطة سواء بقى للسفارات، وأنت عارفة مصر أصبحت قبلة لاستضافة العديد من البطولات سواء بقى بطولات عالمية أو بطولات قارية. فإحنا نشكر كل السفارات اللي شاركت معانا ونتمنى الفترات المقبله العديد ولجميع السفارات اللي موجوده في مصر يكون ليها نشاط رياضي، لان انت عارف الرياضه بالنسبه لنا اهم شيء، وان الرياضه تكون اسلوب حياه بالنسبه لهم بالنسبه للعاملين وبالنسبه للجاليات الموجوده داخل مصر. اتشرف بان اشارك في هذا الافتتاح دوري السفارات، في الحقيقه كان شرف عظيم بالنسبه لي، وشهدنا على دقه التنظيم وروعه الاخراج في هذا الحفل الكبير. نحن كسفارة سودانية جاهزين ونستغنى مشاركتنا مع وزارة الشباب والرياضة، التقطنا الدعوة والحمد لله فروقنا جاهزة حتنافس بإذن الله وحتقدم لكم حاجة يعني مشرفة. لطيفة النوعية دي من النشاطات، وعلى فكرة فيها تفاعل كده مع كيانات ومع جهات مختلفة، والموضوع بيعدي الحدود القطر المصري كمان. بص عجبني الجملة الأولى اللي احنا سمعناها، فكرة هنا هو مش تنافس بين الدول، هو فكرة هنا تناغم بين الدول، تقرب ما بين الدول، فهي حاجة على المستوى يعني بتتكلم برضو الاحترافي، هي مش حاجة مش بطولة يعني أو حاجة حاجة ودية، فطبعا الغرض منها بيبقى كويس. زي بالظبط كان دوري الوزارات لو أيوة كان من أسبوعين اتكلمنا عنه صح فكان حلو لطيف برضه. طيب